بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، وكل عام وأنتم بخير بعد عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا حج بيته الحرام العام القادم، وكل عام لنا ولكم ولجميع المشتاقين من أمة سيد المرسلين، وأن ييسر لنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام وكل عام، ويجعلها سببا لشفاعته لنا وللمسلمين. أما بعد، نكمل شرح فقه السادة الشافعية من كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح الشيخ ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وكنا تكلمنا على الأغسال المسنونة، ذكرنا في الأغسال المسنونة في آخر جلسة غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت أو الكافر إذا أسلم، ووقفنا على والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق. نكمل، لأن الأغسال المسنونة كثيرة، قد تصل إلى 40 نوع في الأغسال المسنونة، ولكن المصنف للاختصار ذكر 17 نوعا فقط لغرض الاختصار، وهي المشهورة، ويجب على المسلم أنه يعلمها ليميز بينها وبين الأغسال المفروضة. وذكرنا أن الأغسال المفروضة تجب من أجل 6 أشياء فقط، 3 يشترك فيها الرجال والنساء، و3 خاصة بالنساء، الأغسال الواجبة. الثلاثة المشترك فيها بين الرجال والنساء التقاء الختانين المعبر عنه بالإيلاج، وهو دخول قدر حشفة الذكر في فرج آدمي يوجب الغسل في المدخول فيه والذي أدخل. دي أول واحدة اللي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاء الختانين. الثاني نزول المني، سواء في يقظة أو نوم أو غير ذلك. الثالث الموت. بعد دول الثلاثة المشتركة بين الرجال والنساء، في بقى 3 خاصة بالنساء، والحيض والنفاس والولادة توجب الغسل. يبقى الغسل يجب ب6 أشياء وخلصنا منها. بعد كده أي حاجة تانية نذكر فيها أن الغسل مطلوب شرعا، أي مطلوب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب في غير الستة دول. يبقى إذا سمعت أن الغسل مطلوب في الجمعة تعرف على طول أنه مستحب، الغسل مطلوب للعيدين تعرف أنه مستحب، مطلوب للإحرام تعرف أنه مستحب، وهكذا. يبقى على طول تبقى ماشي بهذه القاعدة، لأن الأغسال المسنونة كثيرة. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق يستحب لهم ان هم يغتسلوا. يبقى لو واحد اغمى عليه وفاء يستحب له ان يغتسل. لو واحد جاله دور جنون، يعني اختلط وهلوسة وبعد كده قعد فيها ساعة 2 يوم 2 شهر 2 زي ما يعرف، وبعدين فاء وعاد الى ادراكه مرة اخرى، يستحب له ان يغتسل. يبقى المجنون والمغمى عليه اذا افاق. فبيقول هنا في الشرح كلام الشيخ إبراهيم البيجوري، كان الأولى أن يقول وغسل من أفاق من الجنون أو الإغماء، لأن الغسل إنما هو بعد الإفاقة كما يفيده قوله إذا أفاق، لأنه هو كان عايز الشيخ إبراهيم يقول إنه كان حقه يعبر بإيه بغسل من أفاق. إنما ما يقول لك المجنون والمغمى عليه وبعدين يأخر إذا أفاق في الآخر الشرط ده، قد يجعل نوع من الخلل في الفهم. فهو عايز يخلي الفهم واضح من أوله، وأنت تريد الاختصار، فالمختصر يريد أنه يبين اللفظ بطريقة عبارة واضحة، ما يأخرش الشرط يقدمه الأول. فيقول غسل من أفاق بعد إيه إغماء أو جنون، علشان يبين المسألة دي. ده رأيه، لأن الغسل إنما هو بعد الإفاقة كما يفيده قوله إذا أفاق،
لكن إطلاق المجنون والمغمى عليه عليهما بعد الإفاقة مجاز، باعتبار أصل بعد الإفاقة ما بقاش مجنون، مش كده برضه؟ وبعد الإفاقة ما بقاش مغمى عليه. أما إيه الغسل المغمى عليه؟ هو المغمى عليه بيغتسل، ده مغمى عليه، فكان حقه يقول إيه؟ من أفاق، غسل من أفاق بعد إغماء أو جنون، لأن اللي بيغتسل اللي فاق. لا فهمت وجهة نظر الشيخ إبراهيم البيجوري دقة يعني، وإن كان الإنسان المعتاد يمكن ما يحسش إنها يعني فيها خلاف كبير في العمل، لكن هم يتحروا الدقة في تعبير الألفاظ علشان يعلمك الفارق الدقيق بين العبارات المختلفة، لأن الفقه الإسلامي قايم على إدراك الفارق الدقيق بين الأمور المتشابهة. هذا هو الفقه الإسلامي أساسا، الفقيه هو الذي يستطيع أن يدرك الفرق بين الأمور المتشابهة، وهي فروق دقيقة لا يدركها الإنسان العادي لكن يدركها الفقيه، فهو عايز يربي فيك هذه الملكة. لأن لما يقول لك وغسل المجنون والمغمى عليه، هتقول هو المجنون بيغتسل، ما هو لو فاق ما بقاش مجنون، ولو فاق ما بقاش مغمى عليه، فتقول لي ازاي غسل المغمى عليه والمجنون؟ ده انت تقول غسل من أفاق. فهمت معنى كلامه بقى؟ طيب، لكن إطلاق المجنون والمغمى عليه عليهما بعد الإفاقة مجاز باعتبار مكان. يبقى لما نطلق عليهم، لما نقول غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق، باعتبار مكان. فهمت إزاي؟ باعتبار مكان وعليه قبل الإفاقة يعني، يبقى مجاز. وإحنا عارفين إن في الفقه مراعاة الحقيقة أولى، لأن الفقه مبني على التوضيح، لأن الفقه زي حكم القاضي، وحكم القاضي ما ينفعش يحكم حكم قضائي مبني على المجاز لأنه هيختلط في فهمه، لكن يجب في القضاء وفي الفتية البعد عن المجاز ما أمكن علشان تبقى الأمور واضحة. آدي معنى كلام، باعتبار ما كان نظير ما مر، ويسن في حقهما، يسن بقى في المغمى عليه والمجنون بعد إفاقتهم لما يجي يغتسلوا أن ينوي رفع الجنابة. يبقى لما يجي يغتسل، وإن كان هذا الغسل غسل مستحب في حقهم، إلا أنه يسن له أنه ينوي الغسل لرفع الجنابة. ليه؟ لأن الإغماء والجنون مظنة الإمناء، ممكن يمني وهو في حال جنونه، وممكن يمني وهو في حال إغمائه دون أن يدرك ولا يشعر، فصار متلبسا بجنابة وهو مش متأكد. فلما يجي ينوي الغسل بنية قوية، تقوم حتى لو كانت الجنابة موجودة تزلها، لكن لو نوى الغسل المستحب بتبقى نية ضعيفة لا تستطيع أن ترفع الحدث. آدي معنى كلام الإمام الشافعي، أنه قال أن المجنون والمغمى عليه إذا أفاق يسن لهما أن يغتسل، ويسن أن ينوي رفع الجنابة بهذا الغسل. واضح؟ لقول الشافعي رضي الله عنه: قل من جن أو أغمي عليه إلا وأنزل. يعني هم وجدوها كده من حيث الواقع، وجدوا أن كثير من الناس يغموا عليهم يحصل له إمناء، كثير من الناس يجيله أنواع من الجنون فيجيله إنزال، فالإمام الشافعي نصح بذلك من أجل هذا الأمر. وهذا ظاهر في البالغين، الكلام ده طبعا ظاهر في البالغ، فإن كان صبيين. طيب ولو كان صبيين ينوي رفع الجنابة؟ فنقل عن الرملي، نقل عن الرملي أنهما كذلك، برضو لو صبيين ينوي رفع الجناب، لاحتمال أنه أولج فيهما، لأنه ممكن وهو طفل ومجنون واحد يضحك عليه فيولج فيه، ودي يحصل، ممكن تحصل خصوصا أنه لا يدرك، فقال لهذا الاحتمال برضو ينوي رفع الجنابة. وقيل أنهما ينويان السبب حينئذ، وقيل أنهما ينويان السبب حينئذ هو سبب الجنابة، إن كان عارف السبب، مش عارف يبقى رفع الجنابة مطلقا. وأما غيرهما فينوي سبب الغسل الذي يريده. طب في غير بقى المجنون والمغمى عليه إذا أفاق، الغسل فيه مستحب وإن قلنا أنه ينوي رفع الجنابة. طيب غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل الكسوف، غسل الخسوف لصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء وغير ذلك، ينوي الغسل اللي بيغتسل، يقول نويت الغسل للجمعة، نويت الغسل للعيد، نويت الغسل لصلاة الكسوف وهكذا.
فينوي سبب الغسل الذي يريده كأن يقول نويت غسل الجمعة وهكذا. ولو تقطع بنونه أو إغماؤه، افرض بيتجنن ويفوق ويغمى عليه ويفوق كذا مرة في الأسبوع وكذا مرة في اليوم، طلب منه الغسل بعد كل إفاقة، بعد كل إفاقة طلب منه الغسل على الاستحباب بخلاف النوم. مش احنا قلنا ان النوم ايضا مظنة الاحتلام، مش كده برضو؟ واحنا قلنا ان الاغماء والجنون مظنة الاحتلام، خروج المني. طب ما السبب في الاثنين، ليه ما قلناش في النوم يسن له انه لما يستيقظ يغتسل، ما ده مظنة وده مظنة، مش كده؟ قال لك بخلاف النوم لتكرره لان فيها مشقة، انما نادر في حياة الانسان هيغمى عليه كم مرة في حياته، اعداد محدودة، لكن هينام كم مرة في حياته؟ كتير. فلو قلنا كل ما تنام تقوم يسن لك تغتسل، صعب، واحنا الدين بتاعنا مبني على التيسير. لكن اما نقول له كل ما يغمى عليك اغتسل، فيها نوع من التيسير. فهمت السبب؟ مع ان الاثنين مظنة الايه؟ الاحتلام، الاثنين مظنة الانزال، لكن لتكرر النوم قلنا لرفع المشقة لا ننصح ولا نقول انه يستحب الغسل من كل نوم. ادي معنى كلام الشيخ. بخلاف النوم لوجود المشقة فيه لتكرره بحسب الشأن. واضح الكلام؟ طيب، قوله ولم يتحقق منهما إنزال، يستحب بعد إفاقة المجنون والمغمى عليه أنه يغتسل ولو تأكد أنه ما حصلش منه إنزال، برضه ليستحب. طب إن تأكد يبقى يجب بقى، يبقى غسله يجب. فهم؟ يبقى لو لم يتحقق يبقى يستحب ان يغتسل، واذا اغتسل على سبيل الاستحباب ينوي رفع الجناب، فان تأكد انه نزل منه انزال، حدث منه انزال كأن رأى في ثيابه او شيء من هذا او اخبره ثقة، يبقى في الحالة دي يجب عليه الغسل ولا يستحب بعد، يجب، صار واجبا. فهم؟ وهذا قيد لانفراد الغسل المندوب عن الغسل الواجب، فقوله فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل، أي مع الغسل المندوب فيجتمع عليه الغسلان نظير ممر، يبقى ساعتها حينوي الغسل لرفع الجنابة والغسل بعد الإفاقة، ياخد ثواب الاثنين الواجب والسنة. كويس؟ بغسل واحد، زي اللي بينوي مثلا تحية المسجد مع سنة الظهر القبلية، بياخد وسنة الوضوء، ياخدهم كلهم بركعتين بس، يعني يجمع النوايا الثلاثة في ركعتين بس ياخد ثواب الثلاثة. هو لسه متوضي وداخل يصلي سنة الظهر القبلية ودخل المسجد، ينوي سنة الوضوء وسنة تحية المسجد وسنة الظهر القبلية، كل ده في ركعتين بس، قول الله أكبر، ياخد ثواب ست ركعات بنيتي. ها؟ هو ممكن ينوي مع استخارة وقضاء حاجة وكل حاجة ما عدا الفريضة، واخد بالك؟ ما عدا فريضة في النوافل يجوز، ما لم تكن نوافل يعني ايه؟ لا هي كده، ما لم تكن نافلة مخصوصة كصلاة الخسوفي او الكسوفي، لانها ليها هيئة معلومة، ليها ركوعين وليها هيئة معلومة، فدي ما ينفعش تشرك فيه لأن ليها هيئة معلومة. صيام الفرض وهو عليه اثنين وخميس وفي شوال، فينوي معاهم الستة من شوال، يمشي، لأن هو إذا أوقع صيام ستة أيام من شوال خد ثواب ست من شوال، لأن الرسول قال ست من شوال، شوف بالنكرة، يعني أي ست، شوف كلام النبي، قال نكرها هي ست من شوال، يعني أي ست، ستة من الأول من الوسط متتاليين. عند الشافعية يجوز جمع نية القضاء مع نية السنة في آن واحد، ولكن بقية المذاهب لا يجيزوا، فاحنا قلنا قبل كده إن احنا ننصح خروجا من الخلاف إن المرأة في هذه الحالة أو اللي عليه قضاء
ان هو يعجل بست شوال قبل قضاء ما عليه. ليه؟ لان القضاء اللي عليه من رمضان موسع، قدامه 11 شهر يقضيه في اي وقت منهم، لكن شوال هيعدي يضيع منه 6 شوال. فاحنا عندنا سنة مضيقة وواجب موسع. يعمل السنة المضيقة الاول يدركها كويس، وبعد كده يبقى يقضي ما عليه بقية العام ان كان لا يصعب عليه الصوم. فان كان يصعب عليه الصوم صعوبة شديدة فنقول له اعمل زي رأي الشافعية، اجمع النيتين وصوم 6 من شوال، تدخل فيهم النية السنة مع قضاء ما عليه ان كان يصعب عليك الصيام، وان يسهل فالخروج من الخلاف مستحب. سهل الحتة دي بس، لكن لما تيجي تكركبها عليه وتقول له لا لازم تقضي الاول والفرد اولى من السنة ومش عارف ايه، تقوم يبقى عليه هو 12 يوم من رمضان وعليه كمان 6 من شوال هتصومه 18 يوم في شهر واحد، ولسه طالع من رمضان صايم، هتعييه كده. يبقى الحمد لله يعني انه ما جاش يسألك، لان لو جاي يسألك كنت هترهقه، واخد بالك ازاي؟ انما هي الحكاية سهلة، لان في حاجة اسمها مضيق وموسع، فبتقدم المضيق على الموسع فتقوم تحل الاشكال. مش معناه ان انا بقول ان السنة اولى من الفرد، لا، الفرد اولى من السنة، بس الفرد وقت واسع، فهمت ازاي؟ والسنة وقتها ضيق، فالحقها بقى. ادي المهم. والغسل نوع تاني بقى من الاغسال المسنونة، والغسل عند ارادة الاحرام. كلنا عارفين الحكاية دي، كل ما الواحد يجي رايح يعمل عمرة ان شاء الله ربنا ييسر لنا او نحج، وقبل ما تحرم بتغتسل غسل احرام، معروف الحكاية دي، ده من الاغسال المسنونة. والغسل عند إرادة الإحرام أي بحج أو عمرة أو بعمرة أو بهما، يعني بحج يبقى مفرد أو بعمرة يبقى معتمر، وإذا كان في أشهر الحج يبقى متمتع هيبدأ بعمرة وبعدين الحج، أو بهما يبقى قارن، مش كده برضو؟ أو مطلقا محرم إحرام مطلق، بيقول حسب الظروف بقى ربنا يسهل، لو وصلنا بدري نبقى نعملها عمرة، لو وصلنا متأخر نبقى ندخل نخليها عمرة وحج مع بعض، فأحرم مطلقا، وهيبقى يحددها لما يشوف ظروفه. أو أحرم مطلقا على نية فلان لما يقابله ويسأله أنت ناوي على إيه، ويروح محددها لما يقابل، زي ما عمل سيدنا علي. سيدنا علي في حجة الوداع كان جاي من اليمن، فقابل النبي في مكة، ما كانش عارف النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإيه، فسيدنا علي قال لبيك اللهم بإحرام على ما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزي ما يطلع بقى. فجاء قابل النبي صلى الله عليه وسلم فلقى النبي مفرد على الراجح عند الشافعية وليس قارنا كما رجح المالكي الأحناف. الأحناف رجحوا أنه كان قارن، والشافعية قالوا أن رجحوا أنه كان مفرد، فأحرم على إحرام النبي. هو وسيدنا مين؟ سيدنا برضو أبو موسى الأشعري برضو أحرم وأهل بإهلال النبي، وكانوا الاثنين جايين من اليمن، وسيدنا علي كان جايب بقية هدي النبي من اليمن، والنبي كان طالع بجزء من هديه من المدينة، فالتقوا مع بعض طلعوا 100 ناقة 100 جمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز الإحرام مطلقا عندنا عند الشافعية. يبقى إذا أراد الإحرام مطلقا أو الإحرام بحج أو بعمرة أو بأحدهما أو بهما يسن له أن يغتسل قبل الإحرام، صح؟ طيب، لا، قبل ما يحرم، هيحرم قبل الميقات المكاني او في الميقات المكاني، يجوز قبل الميقات المكاني يجوز، ولا يجوز الاحرام بعد انه هو يعدي الميقات المكاني. فان اراد ان يحرم بعد ما عدى الميقات المكاني لاي ظروف، يبقى ساعتها يغتسل ويحرم وعليه دم لجواز الميقات، مش كده برضو؟ عليه دم او صيام 3 ايام او ايه، او اطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، ففدية من صيام او صدقة او نسك، ما هي كده. او للتخيير، يسموه دم على التخيير، يسموه دم على التخيير. ويدخل وقت هذا الغسل اهو بإرادة الإحرام، وقت ما يحب يحرم يغتسل، ده وقته.
يبقى وقته عند إرادة الإحرام، كما يؤخذ من قول المصنف عند إرادة الإحرام. ويخرج وقته إمتى؟ بفعل الإحرام. هو نوى وأحرم ولبس خلاص لبس الإحرام وقال لبيك اللهم، وبعدين واحد قال له انت احرمت، ده كان حقك تغتسل الاول، خلاص فات وقت، فات وقت. فهمت ازاي؟ لان غسل الاحرام بيكون قبل الاحرام، قبل التلبث بالاحرام، علشان كده ممكن يستعمل فيه الطيب بعدين يتطيب، مع انه من محظورات الاحرام، لانه ما لم يتلبث بالاحرام بقى، ده مجرد يتهيأ للاحرام بقى. وممكن اثناءه ينتف ابته ويحلق عانته وياخذ من شعر راسه، كل ده ممكن، ويقلم اظافره، كل ده جائز اثناء غسل الاحرام لانه لم يتلبس بالنسب بقى. ولا فرق في هذا الغسل، يعني في طلب غسل الاحرام على سبيل الاستحباب لمن اراد الاحرام، بين بالغ وغيره، اي ولو غير مميز ويغسله ولي. انت هتاخد ابنك اللي بيرضع معاك هيحج، فاخد بالك، فيستحسن انك انت برضو يفضل انك تغسله مع الغسل بتاعك، تغسله وتلبسه البشاكير وتلفه بالنيابة عنه، يعني يبقى حتى ولو كان طفل صغير. طيب، وبعدين الطفل ده وانت بتطوف ممكن يبول على نفسه، واحنا قايلين ان الطواف لازم يبقى متوضي، ما يضرش، ما يضرش ليه هو. فهمت ازاي؟ لان الصبي غير مطالب بفروع الشريعة. فهمت ازاي؟ هو مطالب بالاصول بس على الاوليه، مش على نفسه، عشان ما تجدش نفسك في حرج بقى وانت شايل الواد، كل ما الواد يعمل تروح موضي تاني وترجع تطوف، مش هتخلص النهار. فما يجراش حاجه، انت شطفه ولبسه ولفه، وبعدين حتى لو بالى في اثناء الاحرام في اثناء الطواف ما يضرش. ده انت ساعات بتبقى شايله ومدي ظهره لاتجاه الطواف، في حين انك انت لو طفت بظهرك طوافك باطل. فهمت ازاي؟ لكن طواف الطفل صحيح اللي هو محمول. ليه؟ لانه برضو غير مخاطب بالفروع، غير مخاطب بالفروع. فدي برضو نقطة مهمة عشان ترفع الحرج عن اللي عنده اطفال وبيعمل لهم عمرة معاه وحاجات من دي. ما هو انت بقى بيلفه، هو ما بيسيبش البول ينزل على رجليه، هو بيبقى لفه، يعني حاطط حاجه بين رجليه كده ولفه كده، وعارف ان الواد هيعملها، فبيبقى عارف موضب نفسه. ولا فرق في هذا الغسل، اي في طلبه وقوله، بين بالغ وغيره، اي ولو غير مميز، ويغسله وليه. ومثله المجنون المذكور برضه، انت معاك واد قريبك مجنون، ولا اخوك، ولا حد معرفتك وطالع معاك، هو مجنون بس يعني مش مجنون، يعني الجنان اللي بيحجزوه فيه في المستشفى، يعني مش مدرك ادراك كامل كده، ماشي واد اهبل كده، تؤمره برضه بالغسل، طالما هتاخده معاك ويحرم تقول له اغتسل، واخد بالك. وهذا المذكور بعد، وهذا هو الحكمة في ذكر التعميم في المغتسل هنا دون ما تقدم، لان احنا بغسل الجمعة ما قلناش ايه الا على البالغ، وما قلناش الا على الذي يجب عليه الجمعه، وما قلناش على العبد الا على الحر، وما قلناش على المسافر طالما لا تجب عليه الجمعه، مش كده برضه؟ لكن هنا عممنا بقى، هنا في غسل الاحرام عممنا، فطالما غسل الاحرام عممنا، فعلشان كده هو ابتدى يعمم لك في الشرح، يدي لك نماذج لاشياء لصور لم يذكرها. ولا بين مجنون وعاقل، يعني ولا فرق بين مجنون وعاقل في طلب استحباب الغسل عند إرادة الإحرام. ولا بين وهذا هو الحكمة في ذكر التعميم، هذا الذكر وهذا الذكر، يعني هذا التعميم، واخد بالك ازاي؟ هو الحكمة في ذكر التعميم في المغتسل هنا دون ما تقدم. ولا بين مجنون وعاقل، أي ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين حر ورقيق وقول، ولا بين طاهر وحائض أو نفساء، يعني حتى لو امرأة حائض وهتحرم يسن لها الغسل للإحرام، حتى لو امرأة نفساء وهتحرم يسن لها الغسل للإحرام، لكن ده مش مطلوب في غسل الجمعة لأنها مش هتحضر الجمعة، خدت بالك ازاي؟ ولا في ايه، لكن ممكن يبقى مطلوب في غسل صلاة، في غسل العيدين، لأن غسل العيدين للوقت، للعيد مش لحضور الصلاة،
فقد يطلب، وهكذا. يبقى كل حاجة على حسب الحاجة بتاعتها. فإن لم يجد المحرم، أي من يريد الإحرام، كما يؤخذ من قوله عند إرادة الإحرام، ولعل ذكر ذلك هنا دون غيره لمظنة قلة الماء في سفر الحج دون غيره، ولو أسقط لفظ المحرم لكان أولى ليعم بقية الأغسال عند فقد الماء. فإن لم يجد المحرم أو مريد الغسل على سبيل الاستحباب الماء يسن له التيمم. بس هو هنا بيقول المحرم، هو بيقول كان الأولى يقول مطلقا، يعني حتى لو أنت هتصلي جمعة وما لقيتش ماء يسن لك أن تتيمم عوضا عن غسل الجمعة المستحب. وإن أردت أن تصلي صلاة الاستسقاء ولم تجد الماء يسن لك أن تتيمم عوضا عن الغسل، وهكذا. يبقى عند فقد الماء البديل للغسل هو التيمم. لا، لا يسقط الوضوء للصلاة، يسقط الغسل. تقوم تتيمم وتتوضا، تتيمم عن الغسل وتتوضا بعد ذلك. ها؟ ما انت لو نويت غسل الجمعة وهو سنة، نية السنة، ما ينفعش تصلي بالوضوء ده لانه ما يرفعش حدث. اه طب، لكن لو نويت غسل الجمعة مع رفع الحدث يبقى يشيل الحدث معاه. أه؟ لا، يعني لا يجوز استخدام الماء المتغير رائحته والمعكر بالصابون للوضوء وللغسل، لكن الشطفة الأخيرة هي دي الغسل الشرعي. مش أنت بتشطف نفسك في الآخر بمية نظيفة خالص؟ هي دي الغسل الشرعي. فلك أن تستعمل الصابون وكل حاجة وتبقى النية وتم الغسل مع إيه؟ مع الماء الإيه؟ اللي هو القراح اللي أنت بتشطف نفسك. لا، ثلاثة، يسن التسليس أيضا عند كثرة الماء، عند توفر الماء يبقى التسليس برضه. ها؟ عند كثرة الماء، افرض المية قليلة يبقى مرة مرة كويس، مرتين مرتين كويس. افرض ضاق الوقت، يعني على ما هغتسل ثلاثة ثلاثة هيكون الوقت التاني الدم، هخلص بقى بسرعة بقى والحق اجيب لي ركعة. فهمت ازاي؟ يعني حسب الظروف. تيمم فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الإحرام، وهكذا يقال في غيره. نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة، نويت التيمم بدلا عن غسل صلاة الاستسقاء، نويت التيمم بدلا عن الوقوع غسل الوقوف بعرفة، وهكذا على حسب نوع الغسل اللي هو حيامه. والغسل لدخول مكة أيضا يسن لدخول مكة، أول ما تبقى راكب مثلا في الأوتوبيس كده، ولا في السيارة، ولا في أي حاجة، ولا على الناقة بتاعتك، ولا على الموتوسيكل، ولا أي حاجة بتوصلك وقالوا لك هي دي بقى دخلنا في حدود مكة، يسن ليك أنك أنت تركن العربية في أي دورة مياه كده عامة وتنزل تغتسل، واخد بالك؟ افرض أنت ما بتسوقش العربية ومش ما تملكش أنك أنت تقول للسواق أقف، وبعدين ده فوق كبير ماشي ما تقدرش، يبقى تتيمم، يبقى تتيمم عند دخول مكة عوضا عن الغسل. تخبط ايدك كده في ارض سيارة الاتوبيس او بيبقى فيها تراب وتنوي ايه التيمم لدخول مكة. فهمت ازاي؟ والغسل لدخول مكة اي ولدخول حرمها ايضا، ويسن ان يكون غسلها بذي طوى. ده مكان، وهو اسم مكان سمي باسم بئر فيه مطوية، يعني مبنية، لان ده كان المكان اللي بيدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا دلوقتي واخد بالك ازاي، اما تدخل مكة من اي جهة، لان انت مش بارادتك دلوقتي حسب المرور، بس تدخل، احنا طايلين ندخل، يدخلونا من اي حتة ان شاء الله من فوق كده ما يجراش حاجة، فايه تغتسل، بس المهم تدخل يا سيدي. واستثنى الموردي من خرج من مكة فأحرم بعمرة من محل قريب كالتنعيم واغتسل للإحرام، فإنه لا يسن له الغسل حينئذ لقرب عهده به. الإمام الموردي من أصحاب الوجوه عند الشافعية، وكان قاضي كبير وله كتاب ضخم في الفقه اسمه الحاوي، قال إيه؟ قال لو كان مغتسل للإحرام وبعدين راح مكان قريب زي التنعيم في مكة، خارج مكة، وبعدين بعد كده داخل مكة، ده هو لسه من نص ساعة مغتسل للإحرام، فلا يسن له الغسل مرة أخرى لدخول مكة لقرب العهد.
لقرب العهد بغسل الإحرام. ده كلام الإمام الماوردي. لكن لو طال الوقت والعهد بين غسل الإحرام وغسل والدخول لمكة يبقى يسن انك انت تغتسل الدخول لمكة. هيجي بقى باب التيمم، ضربتين، ضربة للوجه والتانية للذراعين لحد المرفق. ايوه، مع النية. هيجي باب التيمم ده هنقعد فيه شهرين ان شاء الله باذن الله، لانه باب كبير وله تفريعات كثيرة. لمحرم وكذا الحلال، فلو اسقط قوله لمحرم لكان اولى. يعني لو انت داخل مكة وانت مش محرم برضو يسن لك الغسل لدخول مكة، لاننا الغسل ايه؟ للحرم، مش علشان انت محرم او مش محرم، ده الغسل لدخول مكة ذاته. حتى لو كنت حلالا يعني غير محرم يسن لك ان تغتسل لدخول مكة. فهمت بقى الكلام؟ وعشان كده بيقول كان الاولى ما يقولش لمحرم، كان يقول الغسل لدخول مكة مطلقا سواء كان محرما او حلالا. واضح الكلام؟ وكذا الحلال، فلو اسقط قوله لمحرم، فلو اسقط قوله لمحرم لكان اولى. اللهم الا ان يقال ربما يتوهم من ذكر غسل لا احرام قبله ان هذا لغير المحرم، فدفع ذلك التوهم بالتنصيص على المحرم. هو نص على المحرم مخافة انك انت تظن ان الغسل لدخول مكة يكون لغير المحرم، لان المحرم اصلا اغتسل عند ارادة الاحرام، خاف لا تتصور هذا. فهو عايز يقول حتى ولو كان لمحرم ومغتسل عند ارادة الاحرام برضو يسن الدخول لمكة، فاراد ان ينص على ذلك مخافة انك انت تفهم ان المحرم لقرب غسله لارادة الاحرام يسقط عنه دخول مكة، وإن كان الإمام الموردي قال لو كان قرب العهد يسقط. واضح؟ بحج أو عمرة، لمحرم بحج أو عمرة، أي في الشرح بقى أي أو بهما يعني قارنا، أو مطلقا زي ما قلنا مش محدد، هيحرم وهيشوف هيعمل هناك. فأو ليست مانعة جمع ولا مانعة خلو. أو هنا ما يقولك بحج أو عمرة، لا هي بتمنع الجمع، إنه المحرم بالاتنين ينفع ولا لأ، فما منعتش. قال لك لأ، ده أو هنا مش منع الجمع، يعني ممكن لو محرم بالاتنين برضو إيه؟ يغتسل لدخول مكة. فأو هنا مش مانعة جمع. فهمت إزاي؟ ما منعتش إنك أنت تغتسل ولو محرم بجمع الاتنين مع بعض. وليست مانعة خلو، يعني وليست مانعة خلو من إيه؟ من قولك أحرمت مطلقا بغير تحديد حج أو عمر، فلا هي منعت جمع ولا منعت خلو. فهمت كلام الشيخ؟ طيب، فأو ليست مانعة جمع ولا مانعة خلو لجواز الإحرام بهما معا ولجواز الإحرام مطلقا، فجعل المحشي لها مانعة خلو فيه نظر. جعل المحشي اللي هو البرماوي لها لكلمة أو دي مانعة خلو فيه نظر، إلا أن يعتبر ما يقول إليه الأمر في الإطلاق، فإنه إما أن يقول إلى حج أو عمرة أو هما معا. المحشي البرماوي قبل الشيخ البيجوري قال إن دي مانعة خلو، فالشيخ البيجوري بيقول لا، ما كانش حقه يعتبرها أنها مانعة خلو، لأن حتى لو أحرم مطلقا وخلت إحرامه عن نية حج أو عمرة برضو يسن له أن يغتسل لدخول مكة، فليست مانعة خلو، إلا أننا نلتمس له عذر أنه هو قال أن هي مانعة خلو باعتبار أنه هو مش هيفضل إحرامه مطلق على طول، ده هو هيحدد نية بعد كده، فباعتبار ما سيقول إليه أمره بعد ذلك. فهمت إزاي؟ فهمت الاعتذار بتاعه والاعتراض؟ فهمت وجه الاعتراض والاعتذار؟ دي مهمة الحاجات دي عشان تعرف ازاي العلماء كانوا بيتناقشوا مع بعضهم في طريقة شروحهم. ان النية نفسها، ان لو نوى احرام مطلق فخلت نيته عن حج او عمرة لم تمنع استحباب الغسل لدخول مكة. البرماوي قال ان هي مانعة خلو، واحنا قلنا
انها ليست مانعه خلو على الراجح، وان كنا نلتمس عذر للشيخ البرماوي ان هو يقصد ان هي مش هيفضل خالي عن التحديد على طول، لا ده اما هيوصل هيحدد. فهمت المساله؟ باعتبار ما سيقول اليه امره يعني. وللوقوف بعرفه يسن ايضا الغسل للوقوف بعرفه. انت الحمد لله رحت وصلت عرفه عند الزوال يوم التاسع من ذي الحجه، يسن ليك انك انت تغتسل للدخول عرفه، عشان انت جاي من سفر من منى وماشي بالنهار والشمس ضربت عليك وعرقت والتراب واتطربت، وهيبقى جمع غفير فتؤذي الناس برائحتك والناس يتاذوا من رائحه بعضهم البعض، فيسن ليهم ان هم يغتسلوا بمجرد الوصول لعرفه عشان يبقى كده يعني ايه رائحته لا تؤذي الملائكه ولا تؤذي الجمع. وللوقوف بعرفه، اي أيوة والغسل للوقوف بعرفه ويدخل وقته بالفجر كغسل الجمعه، والافضل تقريبه من الزوال. الافضل يدخل وقته من فجر يوم عرفه انه يغتسل للوقوف بعرفه، لكن الافضل تقريبه للزوال زي الجمعه برضه كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة، بل الأفضل هنا كونه بعد الزوال كمان علشان يغتسل ويصلي على طول، ويكون هذا الغسل بنامرة، نامرة على حدود عرفة، مسجد نامرة على حدود عرفة مش في عرفة، فاللي يقعد في مسجد نامرة نايم لحد ما ينتهي اليوم ويطلع من نامرة على منى ما حجش لأنه ما وقفش في عرفة، ما يضرش ولا يجرى حاجة. اللي صلى في مسجد نمرة في الصفوف الأولى وفضل قاعد في الطراوة وقال مش هطلع في الزحمة لحد ما غربت الشمس وراح طالع من الباب على منى ما حجش، لأنه ما دخلش عرفة، بينه وبينها خطوتين بس ما دخلهاش. شفت قد إيه خطة مهمة دي، لأن نمرة ليست من عرفة، دي على حدود عرفة. لكن لو قاعد في آخر الجامع بعد التوسعة دخلت في عرفة في آخر الجامع بعد التوسعة في اخر المسجد. فهمت ازاي؟ نقطة هم. صلي لوحدك بس روح. الحمد لله. يلا يا عم. ما يجراش حاجة. تصلي لوحدك، تصلوا انتوا مجموعة لوحدكم في أي حتة في عرفات، ما يجراش حاجة. فهمت ازاي؟ يعني صلي مش شرط تحضر وتسمع خطبة أصل صعب 3 مليون ولا 4 مليون هيقعدوا في مسجد واحد يسمعوا خطبة يعني. يعني هتبقى صعبة مش كده برضو؟ فهي كده كويس، انت بس توصل هناك مكان ما تستريح وصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وقعد ادعي يا عم وادعي له. ويكون هذا الغسل بنمرة او غيرها، فقوله بعرفة متعلق بالوقوف، وكذا قوله في تاسع ذي الحجة، وانما اقتصر عليه لانه مبدأ وقته اللي هو الزوال. احنا عندنا وقت الوقوف من زوال الشمس عند يوم 9 الى فجر يوم النحر، الى فجر يوم النحر، اي لحظة في دول تبقى تم الوقوف، تم الحج كويس. لكن رحت انت بعد الفجر ومشيت انت الساعة 10 الصبح لسه ما حجتش، لازم تفضل قاعد لحد الساعة 12 وربع كده تنك ماشي ما يجراش حاجة. ويستحب الدم علشان ما اجتمعش عليك ليل ونهار، يستحب ولا يجب، لكن تم الحد. واضح؟ سهل يعني، مش شرط تفضل قاعد لحد ما تغرب الشمس، دي سنة ان يجتمع عليك جزء من الليل والنهار، سنة وليست واجبة للوقوف عشان يصح الوقوف، ليست من شروط الوقوف اجتماع الليل والنهار، بل هي من السنن التي يستحب ان تجبر بدم وليست واجب ان تجبر بدم. واضح؟ ومشي، ويستحب ان يجبرها بدم، ما عندوش فلوس يعمل دم ما يجراش حاجه، حجه صحيح. افرض وصل حتى بعد العشاء يوم عرفه، بعد العشاء وبعدين راح في الليل كده الساعه 12 بالليل والناس كلها سابت عرفات، راح هو قاعد لوحده في التراب شويه كده نص ساعه ودعا له دعوتين وتنه طالع على مزدلفه، خلاص حج، طالما قبل الفجر، قبل فجر يوم النحر، خلاص ينتهي بفجر يوم النحر. لكن من الزوال لأنه مبدأ وقته، لكن من الزوال لأن وقت الوقوف من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر اللي هو يوم إيه النحر.
وللمبيت بمزدلفة يسن برضو انه يغتسل للمبيت بمزدلفة. ما انت كل مشوار تعمله في الحج بتعرق، فكل ما تروح حتة بقى استقر يستحسن انك انت تغتسل. ده حتى حلوة، لان في ناس من عرقها بيجي لها تسلخات تحت بطنه يتسلخ وفخدينه يتسلخوا من كتر العرق وهو لابس بشكير وماشي قاعد يحك فيه، بتحصل. لكن عارف لو يراعي الحكاية دي، ولقيت الحمد لله المياه متوفرة، بقت في دورات مياه في كل حتة، فلما يراعي الحاجات الأغسال الجميلة دي هتبص تلاقي ما يحصلوش تسلخات، يعني جسمه يفضل ايه مش مضايقه وكده. خصوصا ان هم يعني الوقت الاتوبيسات ساعات تبقى صعب قوي انك تركبها، فبتحب تمشي انت طالما عندك صحة. اللي بيمشي بيوصل اسرع من اللي راكب، يعني ساعات من عرفة المزدلفة المسافة حوالي 5 كيلو، الاتوبيس ياخدها في 8 ساعات، انت لو مشيتها بتوصل في ساعتين، ساعتين ونص، فيبقى احسن لك تمشي. فلو مشيت بقى ووصلت تلاقي نفسك عرقت وكده، فايه تدخل اي دورة مية كده، تقف طابور طبعا شوية، والصبر جميل وما تأذيش حد، وبعدين خد لك كده كوزين عليك كده حلوين بنية الايه المبيت بمزدلفة، وبعدين تصلي المغرب والعشاء، وبعدين تقعد شوية، عايز تكمل لحد الفجر خير وبركة، مش عايز تمشي امشي يجوز، لان طالما قعدت جزء بعد منتصف الليل ده اقل المبيت. اي لا، هو مش لازم المبيت في مزدلفة ان يعدي عليك جزء بعد منتصف الليل، طالما عدى عليك جزء بعد منتصف الليل تبقى اسمك بيت. يبقى كده عليك دم. ما هو انت الفلوس اللي دفعتها دي على دم التمتع ولا دم ال طيب ما ده اسمه ده دم التمتع، ده حاجة غير المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة من الواجبات ويجبر بدم والحج صحيح. فهمت ازاي؟ ما تفتحش على نفسك بقى. ما هو اذا دفع ببنك هنا والبنك بيوصل لهناك يجوز. ما هو دفع في البنك هناك، وافرض فاتحين حساب هنا والحساب ده بيوصل لهم لهناك، ما يجراش حاجه. هديا بالغ الكعب، تبعته حواله بريديه، تبعته زي ما تبعته، يجوز الوكاله التوكيل فيها، ما فيهاش مشكله. وللمبيت بمزدلفه، اي والغسل بايه للمبيت بمزدلفه، على راي مرجوح والراجح انه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفه لانه قريب من غسل الوقوف بعرفه. كويس، على كلام الموردي، كل ما يبقى غسلين قريبين لبعض يقوم ايه القريب منه يسقط. لكن افرض انت ما اغتسلتش الوقوف بعرفه، يبقى بقى تاكد استحباب الغسل الوقوف بمزدلفه. وهكذا كل غسلين تقاربا، نعم يسن الغسل للوقوف بالمشعر الحرام. الوقوف بقى المشعر الحرام بعد صلاه الفجر في يوم النحر، ما هو السنه انك تصلي الفجر في المشعر الحرام في مزدلفه، دول الاقوياء يعني. لكن الضعفاء والنساء والقائمين على خدمه الحجيج كل دول بايه بينفروا بدري بدري، ويطلعوا ايه يرموا جمره العقبه قبل الفجر حتى بتاع يوم النحر، ويروحوا على مكه يطوفوا طواف الافاضه عشان يرجعوا منها يخدموا الحجاج، يخلصوا بدري بدري. لكن لا، السنه طالما انت راجل عندك القوه ورايح في سن كده كويس ومعكش حد من الضعفاء، كان يكون معاك مثلا والدك كبير في السن ولا امك كبيره في السن او شيء من هذا، يبقى في الحاله دي يسن ليك انك تفضل قاعد في مزدلفه لحد ما تصلي الفجر، وتقف عند المشعر الحرام تذكر الله، واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، الايه كده. وهنا الامر على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب، فيسن في الحاله دي ان هو يغتسل للوقوف بالمشعر الحرام. كويس؟ وهو جبل بطرف المزدلفة، المشعر الحرام ده جبل بطرف المزدلفة يسمى قزح، ولا يمكن حمل كلام المصنف عليه لأنه عبر بالمبيت، وهذا وقوف لا مبيت، وبهذا تعلم ما في كلام المحشي، ويدخل وقت الغسل للوقوف بالمشعر الحرام بنصف الليل. وأما غسل المبيت بمزدلفة على القول به فيدخل وقته بالغروب، والمراد بالمبيت بمزدلفة حصول لحظة فيها من نصف الليل الثاني كما سيأتي. كويس؟
واضح الكلام ده؟ سهل يعني. نصف الليل الثاني، النصف الثاني من الليل، نصف الليل الثاني يعني النصف الثاني من الليل، يعني بعد منتصف الليل. واضح؟ ولرمي الجمار الثلاث، انت قاعد في ايام التشريق الثلاثة اللي هي بعد يوم النحر، يسن قبل ما تروح ترمي الجمار الثلاث تغتسل كل يوم. كويس؟ دي برضو من الاغسال المسنونة. ولرمي الجمار الثلاث، اي والغسل لرمي الجمار الثلاث التي هي الجمرة الكبرى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. احنا بنسمي الجمرة الكبرى بنسموها دلوقتي صغرى، في الكتب بتاعة زمان يقول لك عليها الكبرى. الجمرة جمرة العقبة الكبرى. كويس؟ احنا بنخلي الكبرى بجمرة العقبة كلها، صار الكبرى والعقبة الاثنين وصف الجمرة واحدة، اللي هي الجمرة الأخيرة اللي هي قرب مكة. وصارت الجمرة الأولانية اللي عند مسجد الخيف بنسميها الصغرى، والثانية الوسطى، والأخيرة بنسميها الكبرى، مش كده برضو؟ أما تعرف كتب الفقه زمان يقول لك الكبرى اللي هي تالي مسجد الخيف، وبعدين الوسطى، وبعدين دي جمرة العقبة. واضح الكلام؟ عشان تفهم بس الفقهاء زمان، أما تيجي تقرأ في كتاب قديم تفهم. فهمت؟ لكن الوقت خلاص تعرف الحجاج لما سمعوا وسطى واللي هناك جمرة العقبة اعتبروها الكبرى، فقالوا يبقى دي الصغرى. لكن الكتب القديمة كلها لحد 200 سنة قبل كده كلها ما بتوصفهاش كده. جمرة العقبة اللي هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قابل فيها الأنصار وبايعوا عندها، لأنه كانوا القبائل العرب كانت بتمكس عند جمرة العقبة كده هناك، فبيبقى محل اجتماع الناس في موسم الحج، فكان النبي يروح يعرض أمره على القبائل عند جمرة العقبة. فعرض نفسه على الأنصار وبايعهم عند العقبة البيعة الأولى والبيعة الثانية، دي عند الجمرة الكبرى. فالمكان ده مكان مبروك، خطت فيه خطوات النبي، ونصر الإسلام لأول مرة، وناصر الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فمكان الدعاء فيه مستجاب. الروائح هناك روائح عظيمة، وأنفاس الطاهرين كانت هناك، وسيدنا إبراهيم وجميع الأنبياء والأولياء والصالحين على مر العصور خطوا هذه الأماكن وحجوا ورموا الجمار، بل يقال إن جميع الأنبياء من لدن سيدنا آدم إلى رسول الله حجوا، ما عدا سيدنا عيسى هيحج لما ينزل في آخر الزمان إن شاء الله، عشان يبقى جميع الأنبياء حجوا. فالحمد لله يعني إن ربنا يكرمنا بهذه الأماكن المباركة وينفعنا بأنبيائنا وبصالحينا. يا سلام، على يمينك وانت وشك لمكة في جبل كده، في جبل بيقعدوا فيه الهنود، تلاقي قطعوها يا عم الوهابية، ده هم حريصين على القضاء على اي اثر نبوي، حاجة غريبة الشكل. طب الحمد لله انها نفدت، الحمد لله. في ايام التشريق الثلاث يبقى يغتسل لرمي الجمار في ايام التشريق الثلاث اللي هي اليوم اللي بعد يوم النحر والثاني والثالث ان كان هيتاخر. سميت بذلك، سميت تشريق ليه؟ لتشريق اللحم فيها، اي تقديده بالشرقه، بالشرقه التي هي الشمس، يسموا الشمس شرقه. كويس؟ وكان زمان اللحمه اللي يذبحوها يوم النحر دي هتبوظ منهم، يعملوا ايه؟ يروحوا مشرقينها كده، معردينها ومقطعينها حتت صغيره، ويسيبوها تتعرض للشمس، تقوم الشمس ايه تنشفها وتقددها، يبقى قديد. وكانت موجوده يمكن من ايام اجداد اجدادنا، لكن اختفت الوقت الحاجات دي. لكن بعض العرب اللي في ليبيا وفي السودان وفي البلاد الافريقيه لحد دلوقتي، والصومال، يجوا بلحم مقدد لحد دلوقتي عندهم التقديد ده، وهي طريقه للحفظ لم يعوضها التجميد خالص. يعني التجميد بيضيع فائدة اللحم بعد 3 شهور من تجميده، بيبقى يدوب طعم بس لكن ملوش فائدة غذائية. لكن التأديد كانوا يقددوا ياكلوه طول السنة ويفضل فائدته فيه، منه فيه، فدي عادة كانت كويسة، ما كانوش بيسيبوه لما ينتن وكده. فسميت التشريق عشان كده، عشان بي ايه بينشروا اللحمة ويقددوها للشرق، للشرقة اللي هي الشمس يعني. فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا،
ويدخل وقته اللي هو وقت الغسل لرمي الجمار يدخل امتى؟ بالفجر. ولكن انت عارف ان وقت رمي الجمار في ايام التشريق بالاجماع بعد الزوال، وفي قول عند الاحناف يجوز بعد الفجر، واحنا بنفتي بقول الاحناف بالرغم اننا شافعيه دلوقتي علشان الزحام اللي بيحصل والناس ساعات بتموت من شده الزحام. لكن هو باجماع الفقهاء والراجح عند الاحناف انه بعد الزوال، لكن في قول عند الاحناف انه يجوز من بعد شروق شمس كل يوم من ايام التشريق. ويدخل وقته بالفجر، ده وقت الغسل مش وقت الرمي، ولكن الافضل تاخيره بعد الزوال اللي هو علشان قبل ما يرمي على طول. وعليه يحمل كلام القليوبي. اما رمي جمره العقبه في يوم النحر، قليوب وعميره لي حاشيه على شرح المحلي لمنهاج الطالبين للامام النووي، فهمت ازاي؟ فهو ساعات يعلق عليها احيانا. قليوبي نسبة للقليوبية يعني، مش كده برضو يعني مصري. أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر بقى دي ملهاش غسل، لأنك أنت لسه مغتسل للمشعر الحرام، لقرب العهد بالغسل إيه؟ للوقوف بالمشعر الحرام. مقابل لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، وقوله فلا يغتسل له، أي لرمي جمرة العقبة في يوم النحر، وقوله لقرب زمني من غسل الوقوف، كان الأولى أن يقول من غسل المزدلفة، إلا أن يقال أراد الوقوف بالمشعر الحرام، مش الوقوف بإيه بعرفة. وقضية ذلك أنه لو ترك ذلك الغسل اللي هو غسل الوقوف للمشعر الحرام يسن بقى ليه أنه يغتسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر. كما قاله ابن القاسم. ومن الأغسال المسنونة أيضا الغسل للطواف، سواء كان طواف قدوم أو طواف إفاضة أو طواف وداع. يسن أن تغتسل لطواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع. أي على قول مرجوح، والراجح أنه لا يسن الغسل له لأن وقته موسع، فلا يلزم اجتماع الناس لفعله في وقت واحد المقتدي ذلك لطلب الغسل. بيقول لك أن غسل الإفاضة ده وقته موسع وغسل الوداع وقته موسع، فما بيقاش فيه تزاحم شديد. فطالما ما فيش تزاحم شديد يبقى مش مطلوب الغسل، لأن الغسل أساسا حتى لا يتأذى المسلمون من رائحة بعضهم البعض بسبب شدة الزحام. لكن الوقت احنا في زماننا ده ما بنفتيش بالراجح، بنفتي بالمرجوح، لأنه صار الآن الغسل الوضوء الطواف زحام شديد. كان أيامهم اللي بيحجوا مثلا كام؟ 70,000 80,000 100,000، فالحكاية موزعين تمشي، إنما الوقت بيبقى 3 و4 مليون، ما بتلاقيش الحكاية، ما فيش يعني لو رميت حاجة كده واخد بالك من فوق ما تنزلش حتى ولو حباية ملح، لازم هتنزل على كتاف ناس من كتر ما هم ملزقين في بعض. فيبقى هنا يسن بقى ايه الغسل علشان شدة الزحام الموجود. واحنا نفتي هنا بالمرجوح لتغير الزمان لتغير الاحوال، ودي ميزة الفتوى انها تتغير باختلاف الزمان والاحوال، لان الحكم الشرعي الاساسي هو ايه؟ ان يسن الغسل عند كل اجتماع للمسلمين، ده القاعدة العامة، عند كل اجتماع للمسلمين يسن الغسل حتى لا يتأذى المسلمون برائحة بعضهم البعض، ولا يتأذى الملائكة عند اجتماع المسلمين، لان الملائكة بتشهد جماعات المسلمين كويس. فطالما القاعدة كده خلاص يبقى اي اجتماع للمسلمين موسع وفي زحام يبقى يسن الغسل على طول وانت ماشي كده، دي تبع القاعدة على طول. الصادق يعني الصادق الطواف الصادق صفة للطواف، فمطلق الطواف شامل لأنواع الثلاثة بطواف قدوم وهو سنة، ويختص به حلال وحاج دخل مكة قبل الوقوف. طواف القدوم ده يسن للي داخل مكة ولو مش محرم، يبدأ بطواف القدوم تحية للبيت وبعدين يقضي مصالحه، واخد بالك؟ ويسن أيضا طواف القدوم للحج القارن أو المفرد، إذا كان قارنا أو مفردا يسن له طواف القدوم. إنما المتمتع ما عندوش طواف قدوم لأنه أول ما بيخش بيطوف طواف عمرة، واضح؟ وقوله وإفاضة، أي وطواف إفاضة اللي هو طواف الركن اللي هو بيبقى مفروض بعد الوقوف بعرف، وقته يدخل بعد الوقوف بعرف طواف الإفاضة وهو ركن. وقوله ووداع، أي وطواف وداع أيضا اللي هو لما تودع مكة بقى وهتمشي، ده للأفاقي اللي هو جاي من افاق الارض مش للمكي.
ولكن أيضا يسن للمكي إن أراد أن يترك مكة، وهو واجب عند الشافعية، واجب وليس بسنة، ولكن يسقط عن الحائض والنفساء، ده وطواف الوداع، ويسقط عن الحائض والنفساء. وفي قول عندنا في المذهب أنه سنة، وعلشان كده احنا قلنا إن لم يفعل طواف الوداع يستحب أن يجبر بدم، خروجا من خلاف من أوجب، خروجا من خلاف إيه؟ من أوجب الطواف، إلا أن تكون حائض أو نفساء فيسقط عنه فلا دم عليه. واضح؟ ده في طواف الوداع. أي واحد هيترك مكة، مش خاص بموسم الحج، أي واحد هيسيب مكة يطوف طواف الوداع، وأي واحد هيدخل مكة يبتدي بالطواف الأول. واخد بالك؟ ما احنا قلنا طواف الوداع واجب منفصل متعلق بآداب مكة نفسها. واضح؟ واجب منفصل مذهبنا كده، خلافا للأحناف. انت مخك حنفي ولا ايه؟ احنا الوقت بنشرح بمذهب الشافعي. الأحناف قالوا ان طواف الوداع خاص بان الانسان هيترك مكة، سواء كان في حج او في عمرة او في غير ذلك، طالما هيترك مكة يبقى يطوف طواف الوداع. طب طواف الوداع ده حكمه ايه يا شافعية؟ قالوا واجب على الراجح، وفي قول مرجوح انه سنة. فان قلنا انه سنة فيستحب ان يكبر بدم، خروجا من خلاف من اوجب، فهم؟ سهلة. ويسقط عن الحائض والنفساء، لا شيء فيه، ده طواف الوداع. اي طواف سبع اشهر، اي طواف في الدنيا سبع اشهر. وفي بعض النسخ ولدخول مدينة رسول الله يسن الغسل أيضا، لأن الرسول يعني كما حرمت مكة حرم هو المدينة، مش كده برضو؟ فالرسول حرم ما بين لابتيها ودعا لها ضعف ما في مكة وأشد، قال اللهم بارك في مضها وفي صاعها، اللهم إني أسألك كما سألك إبراهيم لمكة وأشد. وخد بالك ان الحته دي بتفوت على ناس كتيره، ان زكاه الصلاه في المسجد الحرام ب 100,000 صلاه قبل دعوه النبي للمدينه، فصارت الصلاه في مسجد النبي اكثر من الصلاه في الحرم المكي. ده على اجتهاد انا بس، لم اقراها لاحد عشان ابقى مسؤول عنها، لكن لم اقراها لاحد. يعني انت لما هتصلي في مسجد النبي، هو النبي قال الصلاه في مسجد هذا ب 1,000 صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام ب100,000 صلاة، مش كده برضو؟ طيب ده الحكم الأصلي. لكن النبي بعد ما دعا إن ربنا يضاعف بركتها ودعاء النبي مستجاب، فهمت؟ دي فاتت على كثير من العلماء، ما حدش خد باله منها، ما أعرفش ما خدش باله منها ولا ده جهل مني، الله أعلم. لكن أنا بستشعر كده إن الصلاة في مسجد النبي بحس إنها حاجة عالية أوي، مجرد ما اعرفش ايه السبب يعني، الله اعلم. وبعدين قعدت ادور في الكتب اني ادور على حاجه تؤيد هذا الشعور عندي، فلقيت الحته دي ففرحت بيها، والله اعلم. لان النبي ايه دعا للمدينه بمثل مكه واشد، مش كده برضه؟ واشد. فاذا كانت مكه ب100,000 والنبي دعا واشد وهي كانت 1,000، يبقى 1,000 في 100,000. ايه ده الحاجه دي؟ الشغلانه ده على الاقل، ده على الاقل يا عم. ربنا بس يجمعنا في مسجد النبي كده حوالين روايح النبي ونصلي هناك، ويبقى كده روح النبي مهففه حوالينا كده، حاجه جميله. بتحس ان النبي صلى الله عليه وسلم بياخد زوار المدينه دول بالاحضان، والله بيستشعر هذا. والوفود لا تنقطع عليه صلى الله عليه وسلم، وفود الامه كلها رايحين جايين كده، السلام عليك من جميع الجنسيات، ليل نهار ما بيهمدوش، والنبي فرحان بيهم وفرحان حاجه. سبحان الله يا اخي، ايه ده الحلاوه دي؟ الحمد لله. لا، بعض الناس والله اعلم. على اي حال احنا مش هنحاسب ربنا بالكالكوليتور، يعني هنقول له احنا صلينا كم صلاه ب100,000 يا رب فين الثواب؟ ما بنعملش كده، لكن احنا مجرد بس ايه بنقول كلام استئناس، لكن هو فضل الله واسع، فضل الله واسع، وسلم امرك لله.
يبقى ولدخول مدينة رسول الله برضو يسن ايه الغسل زي قياسا على مكة، لان دي حرم ودي حرم. وعشان كده قالوا ان افضل المواقيت المكانية للإحرام هو ايه؟ ذي الحليفة أبيار عالي. ليه؟ لأنه هو الميقات الوحيد اللي من حرم لحرم، وهو الميقات الوحيد اللي هو أبعدهم مسافة، وهو الميقات الوحيد اللي النبي أحرم منه. وعلشان كده فضلوا الميقات أبيار عالي على بقية المواقيت كلها، على يلملم والجحفة وذات عرق وكل. ليه؟ قال لك لأنه يمتاز عن بقية المواقيت المكانية كلها بثلاث ميزات مش موجودة فيه. هو أبعد ميقات عن مكة، يبقى هتحرم مدة طويلة وهتاخد ثواب عبادة متلبس بها مدة طويلة، والأجر على قدر المشق. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إنه من حرم لحرم، وده مش موجود في أي حتة. والحاجة الثالثة إن النبي أحرم منه صلى الله عليه وسلم. فهمت إزاي؟ وعشان كده لو خيرت إنك أنت تبتدي بالمدينة الأول ولا تبتدي بمكة الأول، اختار المدينة الأول علشان تحرم من ميقات النبي. دي الميزة دي تفيدك. يعني انت رحت شركة سياحة ويقولوا لك احنا عندنا افواج هتطلع على المدينة الاول وافواج هتطلع على مكة الاول، تختار ايه؟ تقول له المدينة طبعا، تثبت. فهمت ازاي؟ على طول. ليه؟ لان انت فاهم المسألة. فهمت؟ ده؟ ايه؟ لو ما لقاش بقى يروح وخلاص، بس يطور. ها؟ ما هو مبارك النبي حل فيه. خلافا للوهابية لا يستحبون الصلاة في الأماكن المباركة مخافة أن تعبد. الوهابية بيقولوا كده. يعني احنا رحنا غار حراء اللي نزل على النبي الوحي فيه، كاتبين اشارات وبتاع، اوعى دي كل ده من فعل الجهال وفعل مش عارف ايه، وقاعدين واخد بالك ازاي؟ واحنا فرحانين بالمكان اللي نزل فيه الوحي والمكان اللي كان بيتعبد فيه النبي، ما صدقنا رحنا، عايزين ناخده بالحضن، عايزين نلحسه، يعني عايزين نمسحه بلساننا من حلاوته. وقاعدين يقول لك اوعى تعبدوا، هنعبد، احنا هنعبد جبل، ده ما عبدناش النبي، هنعبد الجبل. حاجه غريبه الشكل ده، احنا ما عبدناش النبي، هنعبد المكان اللي النبي قاعد فيه. افهموا، احنا بنحب النبي، بس بنحب النبي، والمحب تلاقيه يحب اي حاجة لمسة الحبيب. الواحد ساعات كده يلاقي مثلا عبايد جده اللي كان بيحبه يروح واخدها بالحضن وبيس عشان افتكر جد، يبقى بيعبد العباية. حاجة غريبة الشكل. وهو كان مجنون ليلى بيعبد ليلى، ما كان بيقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فهمت ازاي؟ الحكايه سهله يعني. لكن هم الوهابيه تعبوا الناس وتعبوا انفسهم الحقيقه. فربنا يعني يردهم الى صف المسلمين ردا جميلا، ويفهمهم هذا الامر، ويحسنوا ظنهم بامه النبي صلى الله عليه وسلم، لان هم اساءوا الظن فيهم واعتبروهم مشركين وشغلانه كده. ربنا ينزع من قلوبهم هذا الامر. لان هم مهما طلعوا نزلوا اخواننا بس مبتدعين. والعجيبه ان هم بينسبوا البدعه لغيرهم، لكن ربنا يهديهم. وقد عرفت انه مذكور في بعض النسخ ولدخول حرمها، ويسن ايضا للخروج من الحمام بماء متوسط. دي بقى من باب الصحه يعني. انت داخل في حمام والحمام بقى دافي خالص وبتستحمى بميه سخنه، ما سموه حمام ليه؟ من الحميم اللي هو النار، فسموه حمام عشان الدفء يعني، بيبقى دافئ فسموه حمام نسبه للحميم اللي هو النار يعني. فطالما انت بتستحمى بماء ساخن وبعدين تيجي تطلع فجاه كده على الهواء بره، يجي لك ايه؟ دور برد. فقال لك يسن بقى وانت خارج من الحمام تتوضى او تغتسل، تشطف جسمك كده بايه؟ بماء فاتر متوسط، تمهيدا لانك انت لما تقابل الجو بره ايه تقوم ما يجيلكش ايه دور برد ولا حاجه. فده برضه غسل ايه مستحب. والخروج من الحمام بماء متوسط بين الحار والبارد لانه يشد البدن. وللحجامه يسن الغسل ايضا للحجامه، ولقص الشارب وحلق العانه وللبلوغ بالسن. اما البلوغ بالاحتلام
فيطلب له غسلان واجب ومندوب، وأيضا يسن لكل ليلة من رمضان غسل، لأن في كل ليلة من رمضان في اجتماع الناس لصلاة التراويح، وإحنا قايلين إن كل اجتماع يسن له غسل، مش كده برضه؟ يبقى يسن الغسل لكل ليلة من رمضان. كويس؟ يعني افرض واحد ما احتلمش، بنت ما جالهاش الحيض لحد ما بلغت سن 30 سنة، نقول ما بلغتش، فمن حد السن نقول 15 سنة مثلا للبنات أو 14 سنة للذكور، أو نحكم بالسن الغالب، بالسن الغالب في المنطقة، نشوف كده احنا في بلادنا المصريين كده دول بحسب الجو بتاعنا وطريقة عاداتنا الغذائية بيبقى سن البلوغ كام تقريبا؟ يقول لك سن 13 في الذكور و12 في الإناث، يبقى نديهم كمان سنة. افرض واحدة ما جالهاش الدورة، فعندي 13 سنة وما جالهاش الدورة، لا يا بنتي خلاص واجب عليك الصلاة خلاص والصيام، انت كده بلغتي. فهمت ازاي؟ ويسن لها انها تغتسل بقى، يسن لها انها تغتسل، وكذلك للصبي. وبعدين بعد كده نوديها للدكتور نشوف ليه بقى اتأخرت، ونوديه التاني للدكتور نشوف ليه اتأخر، يمكن يطلع حميدة مش احمد، واخد بالك؟ او اي حاجة بتحصل مفاجآت يعني. لا قبل، يسن قبل الحجامة. ما انت قبل ما تقص الشارع، بعد قص الشارع عشان ازالة الشعر، والحجامة يبقى قبلها، ويسن بعدها لازالة النجاسة، واخد بالك؟ لان الحجامة ساعات في حجامة رطبة وحجامة جافة. الحجامة الرطبة اللي هي بيشرط ويطلع دم، والحجامة الجافة اللي هي كسات الهواء. فاذا كان فيها جافة يبقى يسن الغسل قبلها، اذا كانت رطبة يبقى تغتسل بعدها لازالة النجاسة. ولكل ليلة من رمضان، وقيده الأزرعي بمن يحضر الجماعة، اللي كل ليلة من رمضان اللي هيحضر ايه؟ صلاة التراويح جماعة. والمعتمد عدم التقييد لأنه لشرف الليلة. هل هو الغسل لكل ليلة من رمضان لشرف الليلة ولا للجماعة؟ الأزرعي قيده بالجماعة، وغيره من الشافعية قالوا لا ده لشرف الليلة، فاللي قال لشرف الليلة سواء بجماعة أو غيره هيغتسل، واللي قال للجماعة زي الأزرعي وترجيحه يبقى هيغتسل لا هيصلي في المسجد. ولكل اجتماع من مجامع الخير، يسن بقى الغسل لكل اجتماع من مجامع الخير. ولسيلان الوادي، لأن الوادي لما يسيل يسن تغتسل إيه؟ بالمية بتاعته، عشان مية مباركة لسه نازلة من السماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركة، واخد بالك؟ فتبقى مية مباركة تغتسل بيها، مية طازة كده حلوة. ولتغير رائحة البدن، واحد قاعد في الصحراء بقاله مدة طويلة لا تجب عليه صلاة جمعة، فبقاله شهر لا اغتسل ولا احتلم ولا حاجة خالص، لكن بقى منكن، نقول له قوم بقى اغتسل بقى، يعني دي شغلانة مش سهلة دي. ولتغير رائحة البدن، ولدخول المسجد يسن برضو الغسل لدخول المسجد، المسجد الجامع يعني، ولو غير الحرام، ولو غير المسجد الحرام، كما قاله العلامة ابن حجر، ابن حجر الهيتامي مش ابن حجر العسقلاني، في كتب الفقه يقصد ابن حجر الهيتامي. ولغير ذلك، ونقف على فصل في المسح على الخفين الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا لما تحبه وترضاه، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خيرا.